السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. البرنوس، هي وايد بيقول ليش البرنوس؟ البرنوس هذا الله يحفظكم، يوم أربس وايد 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 بتغلب علي الرمسة، أختل شوية، أطيح وأرقد وخلاف علش وأرمس وأكمل الرمسة. المراد الله يحفظكم، شيء يوم قصة قديمة مستوية سنة 240 هجريا إن شاء الله، أني اليوم بعد لكم إياها. قصة جميلة وحلوة عن الصبر والأمانة، والإنسان اللي يحط إيمانه بالله سبحانه وتعالى إن الله يخلف عليه بالخلف الصالح ويعوضه بالعوض اللي هو فوق ما يتخيله، حيث إن الله كريم ويحب الكريم ويكرم الصابرين إن شاء الله. الواقعة هذه الله يحفظكم حصلت سنة 240 هجري. أبو غياث ريال كبير في السن، عمره فوق 70، ما يايد قوت يومه ورمضان، عنده في البيت 4 من البنات، بناته وحرمته وخوات حرمته بنتينهن وأمه، يعني مجموع، وهو 9 أنفار أدن عليهم المغرب وما يايدون في البيت قوت يومهم، غير الماء غير موجود في البيت، بس الماء اللي موجود. يوم صدبوا غياث ولين ما يملكون إلا صحيحات، صحيحات كمن فرده، قطعهن وجسمهن على أفراد الأسرة كلها يفطرون عليهم، ما يايدون شيء. سار الحرم يقول يمكن ألقط لي حد يصدق علي ولا يعطيني، تحيدوا فقراء مكة مذكورين. وصل الله يحفظكم بغياث الحرم، وتلفت يمين يسار ما لقط شيء، سند على سنطوانه ما قطر ويلات. وهاك الزمان الحرم مش ما في صبية، على رمل وصبصوب وكنكري واللي الله كاتب لنا هاك الوقت، لين عقب تخالفت الدهور وخلفت الأوقات وحكمة والبن سعود الله يطول بعمارهم وهزمت الدنيا على ما تشوفون حاليا، يعني ما في الحاضر مدح. المراد فما قطر ويلاته وختل بيرقد، يوع وفقر وما لقط حد، ريوله سكت شي لدن ريوله، وما غطهن أنا شي في ريوله، شي في خروس رطوبة فزاق، فتروع قال يمكن هذا حنيش ولا شياته، مش وقف وعنده عصا نكش الشيء اللين هذاك، ولنه هميان. الهميان الله يحفظكم اللي هو الحقب، اللي هو الكمر، الحقب الكمر كلنا يعرفه، كمر مال الحياي الأول يوم يصيرون الحياي، حتى لين يومنا هذا الحياي يوم يصيرون يشلون كمر وياهم، حسب يحفظون جوازهم ولا بطاقتهم ولا بيزاتهم ولا شياته عن الضياع. كان ينش واجف يخبط الهميان هذا وخبطه عن الهول والغبار والتراب، ولنه الهميان هذا اللي هو الكمر اللي هو الحقب، ولنه في ألف دينار، ولنهن ألف دينار ذهب، لكن الشرع يقول اللقطة في الحرم لا تلتقط، اللقطة في الحرم هاي لقطة لا تلتقط. وهذا الكلام للكل اللي ساير مكة، سبحان الله حد يلقط شيء ولا شياته طايح، غالي ولا رخيص، كثير ولا قليل، ما تقول ربي ارزقني اياه، لا لا لا، هاي لقطة، ولقطة الحرم ما تستوي انك تلقطها ابدا شرع الله، ولازم تعرف ولازم تخبر. اللي يلقط لقطة في الحرم لازم يعرف ويخبر الوادم ويشيع ويذيع في الحرم اني انا لقيت لقطة، واللقطة هذه تخليها عندك وتحفظها، او هاك في الزمان الاول تخليها عندك، حاليا لا، تخليها عند اولي الامر، عند الاول، لان الاول في الوقت اللي خطف اللقطة هذه تخليها عندك انت، تخليها عندك انت وتشيع وتذيع وتخبر العرب. في ما اعرف شو القوانين، لكن
لقطة الحرم اللي يفرق بينها وبين أي لقطة في أي مكان في وجه الأرض، لقطة الحرم إذا أنك ما حد استدل، ما ظهر لها صاحب، تردها إلى صحن الكعبة، صحن الحرم، أو مكان معين هناك في الحرم. هذا في الشرع الأول. يعني المرأة سار بيته أبو غياث، من شافت حرمته، شافت القمر وياه، وشافت جنيه 1000 دينار الفضة، 1000 دينار ذهب، فرحت حرمته اسمها لبابة، ومن شافت البيزات طار اللباب اللي فيها، اللباب ها مال المختار، من عقب فقر جايينهم 1000 دينار ذهب ينينون هاللباب. قالت كيف اتصرف فيها؟ هذه لقطة حرم، لقطة الحرم محرمة، كيف تبيني اتصرف منها؟ قالت لان احنا يواعة، ما نملك ما ناكله، وحين انت عندك 1000 دينار من ذهب، كيف انك انت حين تبى تردها؟ ما يستوي نحن ميتين مليوع ونحن مضطرين، المضطر غير، نحن مضطرين. وصاوغ بغياث ولا كأنه يسمع كلام حرمته، أعطاه الجافي، قال لا والله أنا صابر هالدهر كله على فقري، الحين باكل حرام؟ أعطاه الجافي ورد الحرام مرة ثانية. سمت لبابة تباغم عليه بربها لي خالجنها، يا بغياث الحين يواعة وعندك جنيهات ذهب 1000 جنيه، كيف بتردهن وتخلينا نحن بيوعنا، نحن مضطرين. يوم رد الله يحفظكم الحرم، ولأني يلقط واحد من شيوخ خراسان يقول يا أهل مكة، اللي لقط منكم هميان، ترى الهميان مالينا، هذا هميانينا، يطل الكمر للحقب، اللي لقط منكم الهميان يرده، ترى الهميان هميانينا، أنا يا الخرساني من خراسان. تقرب من أبو غياث من الشخص الشيخ الخرساني، يوم سمع يرد المرة الأولية والثاني، همياني ضاع يا أهل مكة، همياني ضاع، من وجده اللي بيحصل منكم يعطيني إياه، همياني. تقرب من أبو غياث قال لي يا شيخ خرسان، ترى الحين أنت تدري أن أهل مكة كلهم فقارة، فقراء مكة ضعوف، أغرهم قولهم اللي بيلقط الهميان له الشيء الفلاني، بنعطيه شيء الفلاني، بعطيه من ملك الله شيء، بعطيه من حق الله شيء. وثرى في الذميم هو شيخ خراسان، قال حق أبو غياث وحق الناس اللي من غير، قال أبوي اللي بيلقط الهميان ضروري يرد علي هنا، وما له شيء عندي، هب عاطنا، أنا حر بحلالي، أنا حر بحلالي، اللي يلقط الهميان يرده لي ولا يتريم ورايه شيء أبدا. قال بغيان يا الشيخ عطه له 100 دينار، 100 دينار فقراء مكة، 100 دينار بتسده وبيرد لك هميانك، هاللي ما أخذ هميانك، اللي لاقط اللقطة هذه اللي هي الهميان بيرد لك إياه ليم عندك، لكن عطه له 100 دينار. قال له بيزه ما بيشوف ولا ربع دينار ولا جنيه ولا متليك حمر على ما قالوا. نش بغياث ورد بيته بالكمر بالحقب وياه بالهميان، ورقد والهميان عنده، واصبحوا نهار ثاني صايمين هو هالبيته. واليوع يوم يقولك اليوع كافر، صدق اليوع كافر، يوع فيهم، يوع وفقر وعندهم 1000 دينار ذهب. هازم هو بغياث وهالبيته، يمشون هذا منهم يدعم الثاني، مليوع ضربتنهم دورة، شراتهم الديفان جايتنهم، يوع وفقر وجنيهات ذهب يشوفونهم بعينهم ولا برايمين حرشون ساكن. نش الضحى ورد الحرم، ولن الشيخ الخرساني بعده يد من لقط هميان يجيبه. نش قال لعاده بغياث يا الشيخ
يا شيخ خراسان إنزين كانك تشوف لمية وايدة عليه اللي القط حميانك عطى له 50 عطى له 50 بيسدن هذا اللي القط حميانك. قال له 50 هب عطنا. قال له لو تعطي له 10 دينار. قال أقولكم اللي لقط همياني أجيبه، اللي لقط الهميان أجيبه وأجره على الله. هب عندي أنا أجره على الله، أنا همياني أريده، أباه همياني وصلي عندي، وأنا هب عطنا شيء الحاضر يعلم الغايب، أجره عند الله، هذا حرم الله وهذا بيت الله، الله اللي يعطيه، أنا هب عطنا. رد بيته. أصبحوا نهار ثالث، يوم الثالث، ولأنهم ميتين هالبيت مليوع ما شيء إلا الماء، الماء يشربون ماء مليوع من قلت لا حيلة. افترت لحرمته، افترت لبابه، قالت لأبوي بتخبرك أنت الحين 50 سنة وانت بفقرك، الله الحين يوم سكيت 50 70 سنة الله غناك من فضله، لاقط لك هميان فيه 1000 دينار ذهب، بعك مصر على الفقر، مصر على فقرك. قالها أبو لبابة صبرت على الفقر 50 سنة، 50 سنة وصابر على الفقر، الحين يوم باقي شيء بسيط من عمري الحين بسود وجهي، الحين بسرق، الحين باكل حرام وبطعم هالبيتي، لا بركتم فيها من حيار كاني بطعم هالبيتي شيء من المال حرام، الحين صابر على الفقر 50 سنة. كيف يهون عليك يا لبابة انك انت تبيننا ناكل حرام؟ قالت لي ترانا حم مضطرين، مضطرين وقت الضرورة ترتفع الأحكام. قال هالحين عقب أنا ما سكيت بزيد على 70 80 سنة الحين بحرج عمري بنار جهنم؟ لا والله هاك الدين وهاك اليمين، يعني أنا ما بحرج عمري بنار جهنم والسبة أني أنا آكل حرام لو دينار، لو دينار واحد. ردت للبابة قالت لي بناتك، بناتك يا أبو لبابة، بناتك 4 بنات مبلغ طات أكل ياكلن. قال استودعتن الله سبحانه وتعالى، الهن الله، الله اللي بيحافظهن. وصل اليوم الثالث وسار الحرم، ولن الشيخ الخراساني بعده يبغى مربى لي خالجن، يا جماعة الخير يا هل مكة لين اليوم ما حد لقط الهميان، ما حد لقط همياني. ولن في الطرف شاب من طلبة العلم يراقب الحدث ويشوف بغيات ساير جاي ويحاسب له كم يوما بيوم وصل عند الشيخ خراسان. فقال في خاطره الشاب اللي يدرس العلم الدين، قال أكيد هذا الشخص هذا اللي ساير جاي على الخراساني أكيد هذا هو عنده الكمر وعنده الهميان، لو ما بعنده الهميان ما بيتم ساير جاي ساير جاي مصر. قال الشاب اللي يدرس العلم يقول حق الخراساني عطه له دينار. قال لا أعطيه ولا شيء. فر عاد أبو غياث قال لي يا شيخ تعال أنا بوديك هميانك عندي أنا بعطيك إياه ونشي. وقاد أبو غياث يمشي والطالب العلم وراه وشيخ خراسان وراه، ساروا البيت منه، ساروا البيت أبو غياث هاك البيت الداثر المدقدق. وطالب العلم الولد اللي يدرس في مكة ما دخل وياهم تبعهم، وقف خاري يستصيخ الرمسة يبي يعرف شو صار شو من الأحداث بتحصل الحين عقب هذا كله. دخل بغياث وياب الهميان، ياب الهميان وبناته يتضيرا مليوع وحرمته تتنفض مليوع ومن الفقر يوايجن من طرف الباب من الرد. نشي الخرساني وقبض الهميان وحسب البيزات درهم درهم جنيهات ذهب، ولنهن 1000 دينار ذهب ما نقص منهن دينار. الشيخ الخرساني قبض البيزات وقبض ابوي الكمر اللي هو الهميان ماله وفتر قبض الدرب، ما قال حق بغيات كلمة مشكور، ما قال حق بغيات جزاك الله خير. وهل البيت هذا منهم يطالع الثاني؟ كان آخر أمل عندهم إنه يتصدق عليه يعطي له شيء بسيط، لو درهم لو دينار لو ربع دينار، ما أعطاه بيزة حمراء. ك
كلمة شكرا الخرساني ما شكر بغيات. يوم شافن البنات واللم هذا اللمر اللي حدث على أبوهن، هذه منهن خرت خرن خلاص خرن، ما تمالكن قواهن، شرات اللي خرن صراعة يعني شرات اللي ما دوخن، ان ظاهر من البيت المبلغ 1000 دينار ذهب وحين تام يعني ردوا على فقرهم الأولي، متغمضين ما بعارفين، يعني فاتهم آخر أمل أن يصدق عليهم يوم بيعطونه اللقطة، ما أعطاهم. وطالب العلم هذا الولد يصوخ وياسر طالع الوضع، وشاف الخرساني وهو ظاهر من ويه الباب، من ويه باب منه بغيات. إلا الله يحفظكم. وطالب العلم واجف برا يستصيخ الرمسة ويراقب الوضع 15 دقائق، شي كثر ما ابتلت القصة. ولن رد الشيخ الخرساني يدق الباب، يدق الباب، فدخل هايس في خاطره الخرساني انه بينراغ، اكيد بيروغه، بالعكس بغيات ما راغه، قربه قال قرب داخل بيت، قرب داخل في بيته، قرب بغيات الشيخ الخرساني، ودخل وياهم طالب العلم داخل في الحوية حينه. قال له الهميان هذا في 1000 دينار، هذا ورثناه نحن أنا ويا أخوتي من أبونا، 2000 حلال علينا نحن، ها الشيخ الخرساني يقوله، و1000 تشله أنت يا ولدي من عقب مماتي، وتصدق به على فقراء مكة، تتصدق به على فقراء مكة. وأنا الحين ما لقيت أفقر عنك في 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 مكة، شرف الله أفقر عنك محد، وحين هال1000 دينار حلال عليك، حلال عليك هال1000 دينار. فقال بغياد يقول حق الولد طالب العلم، كيف عرفت أنت القصة؟ قال أنا شفتك من 3 أيام تسير وتتردد، وكنت بما معناه أن قلبه قارصنه أن أن الهميان عندك أنت يا بغيات، وأنا من 3 أيام أراقب الوضع وأبغي أشوف شو يقول إليه الوضع، لكن الحمد لله تستاهل ال1000 دينار. قال لا، نحن 9 في البيت، 4 من بناتي وحرمتي وخواتها بهنتينهن، والحين وأمي، وأنا 9 أنفار، أنت 10 بتجسم ويانا، حالك من حالنا، أنت حضرت وتحضر الجسم مثل أنت ما حضرت وشفت الهزت كله، بتحضر حتى الجسم. ونشو أعطاه 100 دينار، أعطى خواته، أعطى بناته، وأعطى حرمته كلهم من 100 100، والمية العاشرة أعطاها، والمية العاشرة اللي هي تلاية تتمة الألف أعطاهن منو؟ أعطاهن طالب العلم. اللي يروي القصة هذه كان الطبري، الشاب الطبري، يقول وال100 دينار هذه، 100 دينار ذهب، يقول تعلمت فيها العلم، درس الفقه والشريعة والدين وطريقة التعامل، كل شيء يخص الدين تعلمه من وين؟ فضل هال100 دينار. هل تعلمون أن هذا الشخص منو الطالب؟ الطالب هذا كان الطالب محمد بن جرير الطبري، شيخ المفسرين، شيخ المفسرين، تعلم تفسير والدين والفقه وكل ما يخص الدين من 100 دينار. وهو نفسه محمد بن جرير الطبري هو نفسه اللي قام بكتابة القصة هذه في تاريخ القيم، اسم الكتاب التاريخ القيم، المسمى بتاريخ الأمم والملوك. وعلى ما يروي محمد بن جرير الطبري يقول وأول يوم فطروا فطورا دسم، فطور في خير، فطور زاد عنهم عن حاجتهم. نش بغيات من عقب ما خلصوا لملم الفطور اللي زاد واللي ما نهبش واللي نزخ، ونش صار يوديه يجسمه على فقراء مكة، ما نساهم، نش اللي زاد يجسمه على الفقراء. افترت له لبابة، قالت له يا أبو غياث وين ساير الحين؟ قال بوديه الناس يستحقونه،
يستحقون يوعى ما يعيدون شيء، نعقه ما بنعقه، بنصير نسد به تامية ناس ميت مليون حلاشة ورمضان. أبو غياث قال للبابة الرسول صلى الله عليه وسلم متعوذ أعوذ بالله من غنى لا يطغينا، الغنى اللي يطغي الناس الرسول متعوذ منه، الرسول متعوذ من الغنى اللي يطغي، يكون يجيك طغى منه تطغي البني آدم، الرسول متعوذ منه. وأعوذ بالله من فقرا لا ينسينا، من غنى لا يطغينا، ومن فقرا لا ينسينا. الفقر يوم بتنسى ترى من شدة الفقر تنسى حياتك وتنسى دنياك، ومن زد من زود الغنى طغى. ترى ما تشوف حين الدنيا حين حد من العرب طاغيه طاغيه، يسوون اللي ما حد سواه، يصرفون اللي ما ينصرف على شيء ما يرزق، وناس ميت مليوع، ناس هلاكه، ناس مبلاقطه خبز يابس تاكله، وهم يلعبون في الدنيا تن وفرد، يصرفون مال المؤمنين والمؤمنات لا فيهم خوفة لا من الله ولا احتراما لمشاعر الناس اللي مغير. كلها العرب خير وسهاله، يوم بتغدي الانسان ينصح النيه، ويغدي انسان مسالم في حياته، ويرحم ويرحم الناس، يرحم من لا يرحم من في الأرض، رب العالمين ما بيرحمك يوم أنت ما بترحم لا اليار ولا صاحب ولا الصديق، ولا بتفك العرب بعد من شرك، ما بتفك العرب من شرك، وبتعيش في حياة في غيك. لذلك رب العالمين بيتشسك، ما تشسك اليوم بيتشسك في عيالك في رزقك في صحك في بدنك، لا تغرك الدنيا لو دامت لغيرك لما وصلت إليك. هاي الدنيا الدنيا وينهم هل بالقصور، وينهم أبوي هل بالعصبة، هل بالأموال، هل بالمليارات اللي عندهم مال قارون، وينهم هاي؟ ها أبو غياث يقول حق حرمته صبرنا على دينار من الحرام، صبرنا على دينار من الحرام، فعاضنا الله بألف دينار من الحلال من ذهب. أول قصة تقول لحرم تخذ له دينار واحد، قال صبرنا على فقرنا ما أخذنا دينار، ورب العالمين عاضنا وعوضنا بألف دينار ومن ذهب، سبحان الله. فمحمد بن جرير الطبري رد إلى مكة بعد 20 سنة، لقط أبو غياث توفى، وبناته الأربع عازبن ملكات خذوهن أمراء وملوك، بنات بغيات اللي مبلغ طات ياكلن خذهن خذوهن ملوك، فأصبحن أميرات، وكان ييهن الطبري من آخر الدنيا يجي ويجين في بيوتن ويقص عليهن القصيص عن حياة أبوهن، وشو كان شو استوى شو ما استوى وكيف الوقت وكيف استوى من هالحال إلى هالحال. ويقول الطبري كان يكرمني ويحشمني ويغرقني بفضلهن من كرمهن من عطاياهن لطلاب العلم، وهو على رأسه. مراد فهمه من هالقصة إن الإنسان إذا يصبر ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى رب العالمين هو وحد اللي يجازيه، ما حد يعلم الغيب من بعد الصبر هذا كله، أنت شو بيسوي في حالك؟ رب العالمين يبدل من حال إلى حال. يا من أمسى فقير وأصبح غني، يا من أمسى فقير وأصبح غني، رب العالمين له حكمة في كل شيء. ترى يقول لا المال اللي ما وراه فائدة لا خير في مال يقل نفعه، لو هو مثل الطعوس هال لا خير في مال يقل نفعه، لو هو مثل الطعوس هال شو فائدة المال وهو كواويد ما وراء منفعه، ما انفع به الصاحب ولا الصديق، ما ارحم الرحم ولا الاخت ولا الاخو، ما اتصدق به، ما اعطي منه، ما ابر حد فيه، ليش؟ شو خانته؟ اكيد اكيد 100% الحلال عديل الروح، والمال المال ما شيء يوازي عند الانسان. رب العالمين يعني
جعل حب المال والبنين غريزة عند كل بني آدم، لكن لازم تظهر حق الله. حق الله لازم ترحم العمة والخالة والأخت والأخو، أول بعد الأقربون، الأقربون أولى بالمعروف، وعقب بتعطي زيد بتعطي عبيد ما عليه، لكن العطاء، العطاء اللي فيه مراءة، العطاء اللي فيه خقة، شوفوني يا جسم، شوفوني يا عطي، هذا كله ماخذ خيره، هذا كله ما لمعنا. هو الهوى واحد، يعني ربيت والغير صفيت، ما كأنك سوي، هم المستفيدين، أنت مالك فايدة، حتى ما بتحصل إذنه من الله. ليش؟ سبب، شو السبب ما بتحصل أجر؟ لأنك أنت ما بتغيت مرضات الله، ما احتسبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أنت هذا اللي سويته كل مرائي، ترائي، سويت وفعلت وجسمت وعطيت، وكل هذا كيف الله بيحسب الكنت؟ لأنك أنت ما أعطيت هالشيء بوجه الله، في حب الله، أنت أعطيت هذا الشيء كله خقة وزبو، ومسوي لك معدة من سمونه، ما يستوي. يلا نار الاستخلاف، آية الصلاة. على فكرة القصة اللي عديت لكم إياها هذه موجودة على الواتساب، الواتساب هاي في خطبة من خطب أيام الجمعة في السودان، خطيب سوداني عد القصة، وعقب تم يدعي للحاضرين في المسايد. يعني هاي القصة موجودة على الواتسابات، أنا سمعتها وحبيت أنقلها بطريقتي اللي الله مقدرني عليها، حبا في العوائل، الناس الكبار اللي في البيوت اللي يستصيغون الرمسة مني، أنا اللي يستصيغون الرمسة ويحبون يسمعوا رمستي، عديت لهم القصة هذه اللي ماخذنها وناقلنها من واتساب. قصة خطبة جمعة، كانت خطبة جمعة بلهجة سودانية جميل، اللهجة روحها. لو تسمعون الشيخ هذا يوم يعد القصة شعر ينبكي قلب. الحمد لله رب العالمين. كالعادة صلاح، ها هلا بعد، ها صلوحة، سلام عليكم. خلاص دروس موجود، انت وين الحينة؟ سويت دروس خلاص؟ مبروك. ها؟ ما يطيحن؟ لا بس يلا ترياك اليوم. لا ما بروح دبي، ترياك عقب التراويح قبل ما يصير النادي، عسى نشوف الدروس الإيداد. هاي للعروس، حق العروس هالدروس الإيداد؟ إيه بعد هي عنبو ناوي تنهش خشمها. أول شو؟ حماد أول حبالة أول. إنزين ما علي، ترياك إن شاء الله، ما بخبر حد، خلي مفاجأة. إيه إن شاء الله، يلا يقول لا تخبر حد، بخليها مفاجأة، أنا ركب ضروسي دا بالحناية. سي هلو، هاي هاو ار يو؟ جود، ثانك يو. دواركا هاو ار يو دارلي؟ جود، واي يو دو لايك ذس؟ وات از ات؟ وات واي يو دو لايك ذس؟ وات ام مايا؟ يس، new look. Life is very short, so you have to enjoy it. Life is what? Very short. And you have to enjoy it. To enjoy it when you are healthy. When you have a good health, enjoy it. Alhamdulillah. But in a good way. Alhamdulillah. Thank you very much. Welcome, sir. I'm happy to hear these things. And you enjoy your life. Yes. Thank you. خليهم يسمعوا عليكم قبل ما ينهضم الفطور. هذا ما بتليفون، هالتليفوني انا. انت وين؟ انا بنت عاشر. زين بتينا ولا هبياي؟ لا
بس عندكم حصة قبل؟ انت حبة تينا لو بس عندكم حصة؟ ها انزين يلا ترياك. هذا اليوم جايين الله يحفظكم شقيقي الاصغر هو يا فريده. شقيقي ما بتقرب شوي حق لان هاي منك عصب ما تظهر. ها شفته؟ السلام عليكم. هذا شقيقي خلف الاصغر اخر العنقود اخر العنقود لحيته بيضاء. شكرا معقول. ثانك يو ثانك يو. بس احسن وقت الواحد يتروح العوده هالوقت. هذا وقت العود الحين عقب ما تصلي وتفطر تعين من الأخير تبتدي تتفنين. هذا وقت المدخن الحين هذا وقت عاده. هب تدخن عبو عروه لازم يكون ابو عروتين والعود هذا الدموي. ايه والعود الصنفي الفنان مره اللي ما شي شراته. هب الفنان يودونه في الصندوق والبلاي وتظهرون العرب. لا يظهرون الشيء الزين للي بيجي والشيء الشين حق الله يعزكم. هذا راشد ولد شقيقي الأصغر خلف. هذا الأب وهذا الأبو وهذاك أحمد بسمينا على حياة أبوي أحمد وهذاك زايد كل الشيخ كلهم أبوي أبناء هذا الغضنفر. هذا شو تبه تعال شتاوت بعد بنراوي المجتمع الإماراتي عيالنا. انزين راشد بن خلف بن أحمد بن عبد الله وخالدي. والله والنعم عمي خالد بن أحمد بن عبد الله وخالدي حبيبي. هذا اللي فوق تعرفه يدك خلف راشد وياك ما لحق. ما كنت شفته. ايه تعال انت ما ابوي حمته كم سنه ما تبوي؟ 30 وانت كم؟ زين ابوك ما ظني لحق عليه. استغفر الله العظيم. قوية هذه. ايه ابوي اكبر عني بيومين بسنتين. اي والله. انزين شقيقي. الومك ول هذا نحن ولدنا سعيد نحط التليفون صار منك. ما يبي يظهر لأنه لابس قلابية على فكرة يعني وما بنتعدل من نوع اللي ما يحب يظهر له كان من زقرة. الحين بحيس الكاميرا جداكم. قول التوبة. أسمع قول التوبة ولا بحيس التليفون. كرهتو. قول رامس راكب رينج روفر. قوية. لا قول. رامس راكب رينج روفر. راشد راكب. رامس راكب. شوف قول رامس. قايد راشد وراكب رينج روفر. لغز عمي. لا 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 كل حرف الراء اللي تحب انت. عندي واحدة اسهل حافظا. يلا. أمارة أمير الأمراء. هي لبعث. بحفر بئرم في الصحراء. يا رب صحراء قول لي. حرف الرب وما يجيبه. مضارب وياه. اي والله ليه من استويت انت؟ على امك صح؟ يقولون. شو اسم اخوانك؟ راشد وزايد واحمد. وهاي البنات؟ عوشه وريشه. غيسه؟ فضحتنا عاد عمي خالد رفعي كلهم ضايفين. وين الحين سنابك انت؟ تباني اسوق شتاء وتصدق؟ طب لا تستحيف. لا حقه هذا حقه. هذا حقه صح؟ شوف هذا. يسوينك شات اوت. ايش بيضيفونك عليه الحين؟ تلعب ايس كريم يصورونك؟ شو يعني؟ انت ما شات اوت حق شو انت؟ شفت عمرك انت؟ انا الله تابو هالوي. يلا يلا. شات اوت يبا. شفت عمرك انت في الستوري؟ شي حب العرب حياسي اللي وذا سوي لنا شتاوت حط انشر حسابنا هالنمونة انت شرا تدب سوي لنا شتاوت هاي شتاوت شي يسوون عليه على هالقياس حب العرب والله انشر حسابنا هالنمونة انت هل انشر حسابنا هالنمونة شو وراكم من الخانة صراط ولا خف الطينة ولا خف الدم
ولا معنا ولا علم ولا خبر. شو يجرونكم عليهم الطرق؟ شرح يجرون حساب العالم البروفيسور الدكتور المهندس عالم الذرة الشيء اللي فيه الفائدة. هي نعم ولا هالنمونة ها 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 نشرح حسابك انت قاني كأنك راحة سيدة ملعقة ويلا هذا حلم العرب والله نشرح حسابنا ها نشرح حساب هذا وينه ما يبين مشكلة يقولون والله يا ما نشرت حسابنا بنزعل زعل بو يعل زعل يدي اليسار ولا رد والله كل واحد سمونه ولا بحرق بيتك يا تنشر حسابنا ولا نحن بنزعل سوي شيء له قيمة في المجتمع ومن عين اليمنى قبل يسرى ولا هنمونه ها ها اليوم كله عليك كل الحلقة عليك الحلقة كلها عليك حبيبي انت ابوي تعب حبك تعال تعال يلا تعال عاد اربع تعال ايوه حبيبي زعلان مني؟ لا تحبني؟ ايه انت منو؟ احمد بن خلف الخالدي هذاك على هذا مسمينك انت على ابوي تدري؟ ايه يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا ابو احمد يا مرحبا وين الابتسامة وين التشيز وين الدنيا يلا تعال تعال يلا تعال 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 يين اربع خيبر انا خبر يلا تعال ايه تعالي لس ديرس عندالي يلا كلكم تعالوا واي هو يلا يلا اهلين يلا كلكم دبشتي شبابكم هني يقولكم يلا بس هذا عبد الله هذا ولد هذا ولد بنت حياة اخوي عبد الله بنت حياة اخوي عبد الله عشا الله يغفر له تعال يا تعال بنطلع الصور حتى ما بيع سب تروين الدروس بسم الله شك اصبر اشوف زي ساتي ها ها طاع التليفون طاع التليفون صلاح حبيبي لا لا حق الناس شوفون شغل الدكتور الساتشي ساتشيز ما يطيحن لا والله ما شاء الله مشكور يا دكتور حسان قول حق الدكتور حسان شكرا لا شكرا دكتور حسان شكرا مستشفى بارجيل شكرا عمران الخوري بارك الله فيك مشكور يا ابو محمد صلاح قول شكرا شكرا هم لي خلصوك عيلنا مشكلة انت أنا ما بمشكلة هذه أبداً كل حد يحب هالرأس اليوم كم نفرح نحبه من المغارب هذا الرجال صلاح بن أحمد أكبر عن خاله بن أحمد بكم سنة؟ لا لا خمسة بينك وبينه أظني عبد الرحمن كنا حياة عبد الرحمن بينك وبينه يا ربي كم توفى من أخواني حياة محمد حياة عبد الرحمن حياة سعود حياة عبد الله هنحن أربعة اللي توفوا وتامين ثلاثة يوه الحمد لله على كل حال ما بمشكلة أنا أدري بك ليش أنت ساير هناك من تشوف هالأشياء شو تبى حين من هاي الأشياء أنت ها ولا تبى من هذا ها كيكة عزة تبى كيكة عزة لا عيد لا عيد يلا اصبر عاد اصبر على شيء جديد مصورين نسوي بعد كيكة عزة الحق حد يلحق علي يفتح افتح هذا هل تشوفونها هي المتعارف عليها الاوليه اللي هي كيكه عزه اللي بالسح بالتمر يعني بالسح واللوز هذه المتعارف عليها وهذا ناتج جديد الحين عندهم بعد نفس التصنيع لكن سمسم وفستق ولكن بالسح والكيكه السح يعني الكيكه التمر لكن بدأ ما يكون على ويها لوز حاطين على ويها سمسم وفستق لكن هي كلها العينة بالسح شكرا جزيلا كيكة عزة على هالشيء الفنان اللي دوم يوصلنا بس خلاص 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 بس خلاص زي يلا
بس كمل على خلاص آخر. آخر بس والله خلاص آخر آخر يلا عتب الدروس اللي داد حينه يلا بس آخر مرة والله 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 بعد يلا شوربة هذا هم حلبية أنا ما بمشكلة أنا ما بمشكلة أنت المشكلة لازم هذا صلاح أخ عليك خيست عمرك إيه بعطيك لينكس أنا أقول إيه إيه ها بيبي أنت بيبي بيبي تخيس عمرك تعال قول دول بس خلاص ما يخصني ولا تكلمني أنت وياي خدام واحد اثنين ثلاثة لا فيديو مروان زعابي بقول كالعادة البارحة لا البارحة ولا اللي قبله ولا اللي قبله ولا اللي قبله ولا طحته الجب من ثلاثة أيام واليوم اللي رابع يومين ما مشيت يعني يسمونها العيازة عيازة يعني ما في ولا شيء اليوم مثلا يوم عدى قبل المغرب العصر العود عقب الصلاة عيدون البرنوسة كان على الكرسي شوية بتلية ورد واحد لين قبل المغرب خمس دقايق توهم داخلين قوم أخوي خلاص وعيت على ييت وقرقعت الوعيان وما أدري شو ولا دريت بهالدنيا إلا آخر شيء لكن الحمد لله يعني في تغيير جو يعني ما أدري ليش ما في شيء ما في شر لكن ما مشيت اليوم بنرجع بخلاف نشوف شو الحس شو الأخبار لأن اليوم ما شيء تسخين المغرب فلذلك كمية الإجهاد كانت كبيرة والتمرين كان متعب وغادي ما تحاجة وسد اليوم الجيم ما في ناس وايدين أظني ما في ناس وايدين لأن ظاهر المعاش وكلنا أبوي بالأسواق هنا أظني أمسات رمضان قابضنهم ما يو الجيم لأن رواتب ما شيء ها كابتن الكابتن اعتقد الجيم الناس قليله فيه لان الناس قابضه معاشات صح؟ كيف؟ الرواتب ظاهره يا رجل خف علينا والله ايش رايك انت؟ تخميني صح ولا غلط؟ 100% صح ان شو؟ قابضه رواتب نعم اي والله هاي يوم يقولوا احد اغنيه قبل ما فهمت الحين فهمت ايوه زين تخمين صح ولا خاطئ؟ لا تخمين صحيح اكيد ها؟ بس يلا مع السلامة كابتن يعطيكم العافية يلا شكرا للورد مع السلامة كابتن سلام عليكم كيف حالك رقم واحد thank you how are you كابتن good كالعادة من طلع تبوي من البيت وانا حذربان ابوي في التليفونات رمستن ابوي ما وقفت والحين توني واصل حينه ميلس القبيسات واليوم جايبين ابوي صافي طاز الطري مره صيد البارح مطرشين لي الفيدي ومال صيد البارح ونسيت احطه الحين اتذكرت على يوم شفت سياره النوخذ خارج والله مليون مرحبا مليون مرحبا بالطوير مرحبا بعبيد مرحبا بالبركه حي مرحبا بمصبح يقول لك هلا والله حي شيخ شو اسمه بقعدتم سويحان حي شيخ سويحان حي الله ابو محمد الله يحييك اعطيتك انا لمشيخه من عندي لك شفناك في دبي قبل كم يوم بعد ما كذبك البارحه تشوف باثر رجعي لا بارح تمس لا والله البارحه قبل اسبوع عليه خطا إيه. هذا الله يحفظكم راشد بن محمد بن عيد بن زنيد القبيسي
هذا ابوي الواد ما تشافوه يسمعون حسه بس في السناب هذا هو. ها انا والله يا ابوكم اللي اتحرى الاول ما يتشاهد ترى فنان وغاوي ابوه محمد بن عيد وين بيجيبه الزين وين بيجيبه ويد عيد بن زريد يعلى يعلى عظامها الفردوس الاعلى انزين انزين. وهذا هلال وهذا الطوير وهذا الشيبه بن سعيد وهذا احمد بن عبد الله وهذا محمد بن سعيد وهذا فارس بن عبد الله انسى اسمه المصري ممدوح باشا ازيك قرب الله ممدوح هي والله وهذا الشيبه بن احمد وهذا عاده هذا 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 الرجال يستوي عم هذاك جريته هذا عاده عبد الله ابو هاي المجموعه كلهم الله يطرح فيهم ببركه تعالوا هذا ابوي محمد هذا عاد ما يعيب حد يصوره بالزوم بسوي عليك اكبر زوم الدم كله ادب وهذا الوسيم ما شاء الله عليه تبارك الرحمن خير الخالقين تختبن عبد الله لكم في سحوركم شيء سمك شيء سمكه والله ايوه من الصافي الجديد ديم البارحه رايح ايه عليك تسلم يا ابو شقر يعلك تسلم بنحط سمك براينا نحطه ابو مصبح والله انت ممتحن من ابو مصبح ممتحن من ابو مصبح ممتحن يا ابوك اسميك انت في المقناس ما سمعنا ما سمعنا عنه الجدر افع تحرى طيرك ومنقلك و ها يلا اول شيء بنزل مال هذا صيد هلال هذا عاد عين السمك لابد ولا اقدر هاي صويفي شل كلوه هنا الروس خلوه لي جد الدين وين الروس كلوها خلوه لي جش صغيرونه هو وين الديو بثنينة ها يعلك تسلم يا ابو شقر دهنك يا ريت شويه القطره احنا بس ايوه ايوه هذا الاصوله ايوه النمونه ايوه ها لازم الدهنة شوفوا يا تبوا تعرفون عدل لو مايله اللي تسطي في قاعة الصحن ها اللي تسطي لين قاعة الصحن عرف انها هاي هي الدهنة الولايتية شوف تسطي لين قاعة هبتاز مغفي فوق كانها صدو لا لازم غف دام تحت واللي تغفي فوق هي ما تتشاهد هي والله يا سلام هي حافظ عليك يا الخالدي ما شاء الله عليك احد يمدح عمره مو بهالراس يا يعني الراس غير السمك لا تدور غير السمك لا تدور ودهينه ريحه حظك يا ابو زني يا ابو سنيد اللي دار عدالك فارس يا سعد حظك يا لا يا لفي العافيه اذا دوم السلمى لحمه فارس اف حصافي اللي رقم واحد تو وياي بري من عند خالك باكر باكر ان شاء الله ان شاء الله بصوره الحين بصوره الحين من صورناك الطوير لك 600 ادمي
قال اعطونا سناب الطوير. الحين لو ريايل بنعطيهم رقمك وعطيهم سنابك يا غير حريم. شي بنك الحريم الحين انت؟ لا بنك مطوع، لا بنك دكتور، لا بنك توسم، لا بنك تيبر، لا بنك ما ادري شو مشكلتك انت. جميل جميل يا ريال، هذا اصدقاء عندي من زمان. هي تعرف شو يتحرى انك مت. والله مش اختفيت عن الشاشه من السبعينات، ما حد شافك. حد من الكويت، حد من الحسا، حد من بقيك، حد من الظهران، حتى من جرنيافور أظهر الأوليين كلهن. إيه والله كلهن العيايز يتخبرن عنك. وين هالريان؟ نحن عدي بالأول في شبر بوش وسوق اللحد، سوق اللحد سكروه من 40 سنة. إيه والله أبوي هذا ها على ما تشوفون هذا حمدون وهذه خلاجينة. سوينا أكبر زوم ها. وقف عاد عسب يشوفون طولك ما بتوقف. بالله عليك يا مرحبا ابو سنيدف، والله مليون مرحبا. تصورنا انت؟ تصور الاحداث؟ مالي بد من اني اخاشرك بالصور. والله مليون مرحبا وليس سدا. مرحبا مرحبا مرحبا. الحين ابو سنيدف مساء اسمعك تطري كلام، الكلام اللي تطريه تقول انت ما تبغى تصور اي شيء من اللي يجيك للعرب اللي انت تساعدهم بنشر اغراضهم وسامانهم ويطرشون لك كان من عدل ولا اللي هو عاده. انت تصور اللي يجيك البيت صورته في حب الله حالك من حالي دعايه بلاش زين بدون مقابل، هذا شيء معروف. يجيك البيت وتصوره، بغوا ياخذونه يشلونه هاي الساعه، بغوا يخلونه خلوه اللي هو انزين. حاليا طال عمرك هذا ابوي لا عليه جوكم ولا عليه مشكله. هم الحين يوم يطرون الدعايه وبدعايه هاك ابوي اللي يصير محل، يصير حفيز، يصير الفندق، يصير مكان يقبض اميات الالاف، هذا ابوي اللي عليه عليه جوكم وعليه رسوم. هذا اولا. ثانيا ابوي مال الدعايه، ابو دعايه مال سوشيال ميديا. لين الحين ابوي بعده الحين ابو سنيده بعد ما اتخذت آلية ما في وزارة بنت الموضوع هذا أو دائرة معينة، لين الحين ما شيء مقبوض بليدين شيء من ينقبض بليدين هاي الساعة الواحد يرمس عنه. الحين ما عليك أنت من رمست زيد وعبيد وفلان وعلان. العرب اللي سامانها عندي بنصور إليه. صور أبوي لبيك، صوره في حب الله وادع لهم أن الله يوفجهم ويرزجهم. نعم أنت اللي عليك بتسوي، ما حد ما يبلجر، حد ما يبلجر هالأيام المبروكة. لا والله ليه بيك صوره، سوش أنا كل من ياني شيء صورته. صور بيديك وريولك، ما عليك خذ الرمسة من عندي أنا، رمستي مسمار في لوح، رمسة يقين. خلاص أنا اليوم، اليوم أنت اليوم تابع السناب وشوف. يعلك تسلم، صور أبوي اللي بيك صوره. هاي أوادم العوايل أبوي، ناس أبوي تريون رزي ونصيب في هالأيام المبروكة. واللي قال لك إن عليك جوكم وممنوع أبو ممنوع، قول لي حاكمك يحاكم الخالدي. بارك الله يا رك الله. مرة 100% يا علم نيابك الجنة. ما قصرت يا محمد. إيه والله زي يقول العرب كل يوم حديث. أبوي لا تستغل معلومة إلا من الجريدة الرسمية. يوم بتقول الحكومة إن هذا الشيء وقفوا وقف. إيش عليك من رمسة فلان وعلان؟ كان من شرق ولا من غرب؟ ما دل خالصين اليوم. خلاص يوم ما صور السماء اللي عندي عرب زعلت والله. اي نعم اللي جاي انك غرض وتقولهم بصور لكم اياه خلاف من ينزل القرار. بعد القرار ما نزل ولا له اليه ولا قبضته وزاره ولا قبضه وزير ولا غفير ولا عالي ولا داني ما حد درى. يوم بيضيعون في التلفزيون بيقولون ولا حد يصور فاركم. طيب حاضرين ابشر ليه خالف ابوي ما يوالف. بارك الله فيك يا بزني. بس عليك الطوير، بس عليك يك يا ريال يك وعيونك بيصير. الحين اللي يتخبرون قالوا الحين ود يتمسجات يقولون نحن الطوير ما نشوف فيه زود على الجماعة. إنسان طبيعي معلومة، الحين إنسان طبيعي ما لحقتوا عليه الأول كنت يوم أنا بنت الأول يوم عز الصباء يدعم اليدرات يخبق اليبل ويظهر بالطرف الثاني صدره يدفع بمحمل الأول. حرام يا صدره يدفع بمحمل 10 ريايل ما يرومون عليه. هل يشوفونه؟ فتسويحان. هاي فتسويحان الأول. أبدأ الصرمة أبدأ من يلوي عليها أجلعها من تحت هي بعروقها. ما يخليها. هي ما يخليها أبدأ. ليت هذا الشواء اللي في الشارع يشل بطرف يد.
قوي العفاريت كان فيه حليلة عاد حينه حينه ما شيء فقير حليلة شو غادي حينه خالية على عروشها الله المستعان. الفيديو اللي تونا نزلته هذا ما شيزاري باشوتي هابوي شيء موديلات من أول ما استوى رمضان والموديلات الفنانات اللي أنا مخبركم عنهن وقال لكم بيطيحن أظني ثلاثة ولا الأربعة بيوصلن بين أبوظبي ودبي موديل جديد للشيوخ الفنان الكلاسيك الأولية غير مطور باللون والحلقة وشيء جميل لا صار ولا استوى بعد الحين مش موجودات شيء وايد فنان الثلاثة أو الأربعة إني أنا الثلاثة بصورهن الثلاثة إني الأربعة بصورهن في الأربعة اللي في المارينا في أبو ظبي واللي في دبي يوم الجمعة إن شاء الله يوم بسير دبي بصورهن من دبي مول إذا الله جعلنا محيين شيء لا صار ولا استوى فاللي ما أخذ لا يستعيل يقولوا خلاف انت اخرت لا صبروا ليه تلا اسبوع هذا بس ثلاثة ايام ما بيطيح منكم النص ثلاثة ايام بتشوفوا شيء لا صار ولا استوى شيء هاند ميد خدمة يد متعوب عليه شيء ولايتي لك وللزمان حب من هاي ما تحطهم صبغة ريولك تحرى عمرك متغمس بحنة لا شيء مريح والهالي حسك في الريل لا 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 شيء لا صار ولا استوى واليلد الطبيعي اليلد الناعم اللي ريحة تتحراها حيب يلا على الله يحفظكم مرور 8 أيام هذا الوضع اللي تشوفونه تحيدون الهمبلة قطعناه مدة ها طالعوا شو غادي وهذا وها على ما تشوفونه تحراه مح بيض شمنه لأن غاز الأثولين الهمبة يوم يتقطع يوم توى بداية نضوجه توى بادي ينضى وتوى بادي يبلغ تقطع وتكمره في مكان في يونية ولا أي مكان شيء غاز يظهر من اسمه غاز الأثولين غاز الأثولين هذا إذا تكمره في مكان واحد تنتشر ريحته وقوته وتسوي حلاوة في الهمبة إذا تخليه فمه الهمبة غاز الأثولين ينتشر في البيت كامل فلذلك تلقط ريحة البيت كلها همبة لكن إذا تكمره بهالطريقة بهالمنضج بهالطريقة يبلغ ويغدي أحلى وأحسن وتفتك من ذبابة الفاكهة وتفتك من أنه يغدي معفن من داخل فلذلك هذا اللي تشوفونه هذا أمه وهذا أبوه وهذا الهمبة اللي قلته ما بيبلغ وهذا خش شيء في الدنيا يوم يجيك حد يتفلسف يقول شو ما يستوي من استوينا نحن ما سمعنا ان الهم بيقطعونه خضر وبيبلغ هي نعم يقطعونه خضر تفاديا للآفات وتفاديا الله يحفظكم للأعواض وتفاديا انه ما يغدي حلو اذا الهمبا هي حلوة من الاساس وانتاجها طيب بهالطريقة تغدي اطيب وغاز الاثولين الله يحفظكم اذا ينتشر برا الشيرة فلك ما تقول لي تقطعه خضر مرة قض لا توه بادي يبشر إذا توه بادي يبشر ما تشوفونه في كل بلاد الدنيا العودي قطعونه خضر هو الفيفاي هذا يظهر من روحه من الله سبحانه وتعالى غاز اسمه غاز الأثولين غاز الأثولين هذا إذا تكمر روحه في الهمبة في مكان في كرتون ولا في يونية تغدي ريحة الهمبة أقوى الغاز ينتشر داخل تغدي ريحة الهمبة أقوى وغاز الأثولين يعطيها نسبة حلاوة هذا شيء من الله سبحانه وتعالى فغاز الأثولين إذا تخليه في أمهات الهمبة في اللم يبلغ ما أقول لك لا لكن ريحته ما تغدي قوية وايد والطعم الحلاوة ما يغدي مركز حين هذا كأنك تاكل شكر ريج ها والله يا أبوكم يعني يسعر في المصرط يسعر من كثر حلاوته سبحانك يا رب شيء لا صار ولا استوى وبالغ رقم واحد
لو تشوفون تعرفون ليش انا محتشر، لو تشوفون اللي في الـ على الـ هذا على الـ السناب التعليقات، نحن ما شفنا هاي بصره، هاي ما بصاير عرب فيها خير، هاي بصاير بغمان، وهاي بصاير ناس ما تعرف، وهاي بصاير اللي عندهم قل المعرفة، هذا بقل المعرفة. شوف ما زينة، شوف ما زينة، غير التحراه لوز من لوز بيت حياة النجم، حياة النجم من عبد الرحيم يعني هالجنة، تي لوزهم الأول في شارع حمدان بيت المنشاهد بيت حياة عمير بن يوسف، هالنمونة عندهم لوز والله إني حيلها في نص الحوي بيت حياة النجم يعني هالجنة. قصدي ما في على السناب اللي على الانستغرام، وين حين هذا بنزله هنا على الانستغرام بنشوف بعد تعليقات. مش قال بتغدي شو اقول لكم، كلولي كبدي، كلولي كبدي من المعاير، هذه بصاير اكرمها بس عنب، ونحن نخلي الهمبه في امهاته وناكل من طرفه. انزين وحن يوم تبي تعطي حد تعطيه هنتين يوم هنمونها يمل، ولأن أبوي قفاصر ومتعدلة تنثر عليه رطيبات، تحجب تسوي لحقاب والحقابين من السمن وتعدله وتحط له ورق له الهمبة طازي جديد، وتروم تهدي وتجسم وتعطي من تحب وتود، شيء فنان وغاوي. وشكر أقولكم ها، شكر ريج، شكر شكر، يا الله سميه ظهرولي قرون هلي عايرون اللي ما عندهم معرفة ولا يعرفون للشيء ويتحدون ويغاية ايه حد من العرب ما شيء، وما حد في الدنيا شراتهم في المعاياة، يعايون الطير الطاير في السماء يعايونه، ما حد شراتهم في المعاياة. هذا الله يحفظكم ريال عنده ثلاثة من العيال ودوم ابوهم حاشر الدنيا قبل ما يتوفى، لبغيت تذكر سو معروف ولا منكر، لو بغيت تذكر سو معروف ولا منكر. نشو مات اللبو، مات اللبو ينسوا الأولاد بثلاثة تبي تفاكرون، قال أبوي نحن بنبصف بنشوف نحن وصفبونا، هل إنه بروم الطبقة نحن لو ما بروم الطبقة نشو والله وطبقوه. واحد سكن في عيمان، واحد أبوي دير الشارجة، واحد دير دبي. ليه تدير الشارجة؟ ما حرك ساكن، صمم بكم لا يفقهون ولا حرك ساكن. وليه سكن عيمان؟ ليه سكن عيمان؟ كل يوم سوى شيء من المناشر، مناشر وفناتق آزم يسوي، عنده حمارة كل يوم يركبها الدباري، يركبها بالجلبي ويعلد سراريح على لحيته ويسوي اليور والمنكر. واللي ساكن دبي، اللي ساكن دبي الله يحفظكم، راعي فزعه وراعي صولات ويولات وعينيه ودلال وقهوة وعلم ومعمل وريال في خير نشبي، ما حد شدق عليه الباب لقال لعونك، وهابريح في الشوفة للأولي والتالي، ما يخلي حد ما ينفعه في حياته، أزموا على هالمنوال كل واحد ثلاث سنين، راعي دبي تم ثلاث سنين، وليه في عيمان ثلاث سنين، ليه في الشارع ثلاث سنين، يوم خطف ما خطف من الزمان ساروا حق لي في عيمان، ولن الناس تقول رمسة عقال، لكن أموره أمور مناشر، أموره أمور منكر، أن يركب الحمارة بالجلبي ويصير ويعلد سراريح على في لحيته ويسوي امور منكر. وليه في دبي؟ ليه في دبي ابوي يسوي النون وما يصنعون من المعروف والخير، وليه في الشارجه ما حد دراب ولا حد حفل به، قال ابوي نحن ما ندري ان فلان كان عنده ولد اصلا وهو متدير الشارجه، نحن نسمع بهذا اللي في عيمان الياير، ونسمع ابوي بالكريم لي ودي لي في دبي. فلذلك مشى الوصف اللي يقول لي بغيت تذكر سو معروف ولا منكر، وبس عليكم يلا تصبحون على خير.